رجع منحييكم عن جديد وين ما كنتوا عم بتتابعونا ببرنامجنا ببيروت، ونبتدي بحلقتنا لليوم وبمواضيعنا تحديدا مع ضيفتنا اختصاصيه التغذيه هند دخيل. عن جديد بنحييكي هند، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. قديش مهم دور التغذيه بمحاربه الانفلونزا، والوزن بيلعب دور كمان بهالحاله؟ مزبوط. يعني ساشا، نحن هلا كثير عم نشوف مثل كيسز انفلونزا، بس نحن بالتغذيه اذا فينا نقاوم ايه او لا. خلينا نحكي ان نحن اذا صحتنا منيحه، اذا نحن عم ناخذ غذاء الكامل، معظم الوقت عم يرتكز على الماكرونوترينتس اللي هن على البروتينات، الوحدات الحراريه، كمان من النشويات الغير مشبعه يلي هي الدهون غير مشبعه، النشويات سوريا اللي هي كمان من الخبز، من البطاطا، من الحبوب. كل هالامور نحن على مائدتنا، على كل وجبه عم ناكل من كل شيء اكيد بنكون عم ناخذ نحن غذاء سليم. والوزن كثير له اهميه، يعني نحن اذا عندنا سوء تغذيه، يعني ان كان وزننا واطي او وزننا عالي، وقت يكون عالي يمكن نحن مرات عم ناكل اكل منه كثير صحي. كيف نعرف وزننا؟ في مؤشر كتله الوزن، بناخذ وزننا مقسوم على طولنا، البي ام اي، مزبوط. اذا كانت اقل من 18.5 بنكون وزننا واطي، اكيد عندنا استعداد اكثر نلقط الانفلونزا. واذا كان وزننا عالي ومش عم ناكل كمان اكل مثل ما لازم، مرتكز على الوحدات الحراريه مثل ما قلنا، مرتكز على البروتينات، على المواد المضاده للاكسده، على الفيتامينات، خاصه فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين اي، مزبوط، لانه هن هول الفيتامينات كثير بيساعدوا على مناعتنا تضل قويه، وانه نجرب قدر الامكان انه ما نلقط الانفلونزا. والنظافه كثير مهمه. طيب يعني بحال لقطنا هالفيروس هيدا شو لازم نعمل هون؟ اذا لقطنا الفيروس اول شغله يمكن بنحس ننسي انه ما قلنا نفس ناكل، سو لازم نقسم الاكل كذا مره بالنهار، لازم نشرب السوائل. اهم شيء اول شغله نحن دائما اذا بنشوف شو بدنا نعمل، السوائل، المي كثير مهمه، الشوربه كثير مهمه، بتكون سخنه بنقدر نبلعها، بتكون شوربه خضره او شوربه عدس لنفترض او شوربه دجاج، فينا نطحنهم مرات اذا مش قادرين كثير نبلع. العصير فينا نشرب عصير كمان بهالحاله، وفينا كمان غير عن الاكل اللي نحن بدنا ناكله نعمل مثل شيكس او سموذي، بيكون مثلا يا بنكون عم نخلط انواع فواكه او انواع خضار وبنزيد عليها ان كان لبن او حليب، لانه هالانواع الفواكه والخضار من جميع الالوان عم نزيد عدة معادن وفيتامينات، بنكون عم ناخذ هالمواد المضادة للأكسدة وبنكون عم ناخذ السوائل بنفس الوقت. هلا بيقولوا مثلا عصير التوت كثير منيح، مزبوط؟ مزبوط، معك حق، لأنه التوت، الفريز، البريز، كل هالفواكه اللي لونها أحمرار فيها مواد مضادة للأكسدة أكثر، بتزيد، مزبوط. طيب وبيقولوا بس نبعد كمان عن الحليب، لأنه الحليب مرات ممكن يزيد البلغم عند الشخص، مرات يمكن الأسيدتي أو مرات يضايق. فينا نستعمل كمان مرات لبن أو حليب بكميات قليلة، ما نكتر كثير، حسب الشخص. يمكن في اشخاص بيتضايقوا، اكيد مش رح ياخذ منهم، في ناس لا، لانه هو الانفلونزا يعني عنده عده عوارض ومش كل الناس بتحس كل العوارض بنفس الوقت. طب السوائل السخنه كمان بتلعب دور لمحاربه الانفلونزا؟ هلا السوائل السخنه بتخليك بتحس هي مش سخنه لازم تكون كثير ولا كثير مسقعه لتقدري اكثر شيء تتحملي انه تبلعيها، يعني تكون حراره قد ما فينا، وورم يعني دافيه اذا بدك، ما نحرق حالنا. وبكون الواحد اذا عنده صعوبه بالبلع بدنا شوي شوي نشرب، مش رح ناخذ شيء كثير مسقع على ما نتضايق. الجنجر يعني مثلا، الجنجر الجنجر لانه في كثير مواد مضاده للاكسده، فينا نغليه نشرب المي تبعه، وفينا نبرشه مثل ما هلا انا رح اعمل بالسموذي، رح نحط نبرشه شوي مع السموذي، بيعطينا هالمواد وهالفوائد تبعه. كمان مرات بيقولوا كلي تومني، كلي بصل ني كمان بالوجبه. اوكي، هلا البصل، الثوم فيهم مواد مضاده للاكسده كثير، يعني بساعد، بس اكيد مش انه الثوم يلي رح يخلينا نشفى، هي اكيد بساعد انه نحن تزيد المناعه وقت نكون عم ناخذ هالغذاء الكامل، هيدا اللي بفيد، مش انه انا اذا اخذت فيتامين سي لحال رح استفيد او شيء معين، لا، بدي اخذ من كل شيء. ومش غلط انا اكون انا وعم بطبخ حط بصل وثوم واخذهم بالسلطه. قبل ما نقوم على المطبخ بس هيك سؤال اخير، بنتابع كثير مثلا وصفات غريبة عجيبة، يعني الشاي بتحطي له حام وتتركي الحام، عسل أو العسل، طب هل هو اللي بفيده بحال الانفلونزا ولا لا؟ هلا مثلا مثل الشاي لأنه دافي، الحامض في فيتامين سي يمكن يقولوا، العسل بيقولوا لك شوي بيطر الزلايم، بس هلا هول هالأمور إذا ما في دراسة علمية برهنت لنا إنه خفف من إصابات الانفلونزا ما فينا نقول شيء، مش رح يضره، قد إيه بفيده ما بعرف، بس ما بضره إذا نحن شربنا سوائل على هالشكل، بس ما نشبع حالنا سوائل.
تقيل ما بتفيدنا كثير يعني. صح. خلينا دائما ناخذ الشيء اللي بفيدنا يعني، اذا في بروتينات، اذا في مثلا هلا رح نحط افوكا لانه فيها الدهون غير المشبعه، الاوميجا 3 اوميجا 6 اللي كمان بيعطونا يعني طاقة. طاقة اكزاكتلي. سو افضل من انه نحن نشبع حالنا بامور. طب يلا بلغي انا وياك يا هند تحدي حتى نحضر هالشيك يمكن، ما هيك؟ نعم. بونجور شيف. بونجور جوزيف صالح، بعد شوي جاي لعندك، رح اتركك هلا تحضر واشوف هند شو رح تعمل. انا نانسي مثل ما قلنا هون، انا مثل هيدا السموذي ارتكزت اكثر على الفواكه يلي هي فيها مواد مضاده للاكسده وفيها فيتامين، اكثر شيء معظمهم فيهم فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين اي. شو حطينا هون؟ حطينا نص ليمونه تقريبا قصقصناها. هلا فينا كمان نعصر الليمون اذا ما بدنا نطحنه. الموزه بدنا نحطها تقريبا كلها، هي موزه صغيره. الفراز حطينا قصقصنا فراز، حطينا وحدة كيوي. اوكي، برشنا شوية جنجر او الزنجبيل. وبيقولوا على فكرة انه الكيوي بعد فيه فيتامين سي مظبوط اقوى من الليمون. 100% مظبوط مظبوط. وفينا لناخذ كمان الفيتامين اي او هالفاتس اللي هن منيح، بنحط شوية من الناتس. اوكي، بدنا نحط ملعقة عسل. اوكي، واللبن. هلا هون انا نقيت اللبن يلي هو كامل الدسم، هيدا نصف كوب تقريبا. ليش؟ لانه الفيتامين دي انا بدي اياه بحاجه له، خاصه اذا انا مريضه، وعاده اللبن يلي بدون دسم ما بيعود فيه كثير الفيتامين دي، بس ضلوا فيه كالسيوم، بس فيتامين دي هن فات سوليوبل، سو افضل يكون كامل الدسم. وبنجي بنحط الجنجر. انت الجنجر برشت؟ نعم، برشنا شويه الجنجر، حطينا شقفه مانجا لانه كمان هنا المانجا معروف قد ايه هي فيها فيتامين سي كمان. اوكي، هلا تفاح فينا نحط، هون ما حطيت بس فينا كمان نحط، وبنطحنها كلها سوا. هيدي تقريبا نانسي رح تعمل لنا شي كبايتين. طيب هيدي كم كالوري؟ تقريبا كل كبايه رح تطلع بين تقريبا 280 ل 300 وحده حراريه، لانه كنسيت اقول لك انه فيها الافوكا كمان. الافوكا كله كمان هالدهون غير المشبعه بس بتفيدنا بوقت يلي نحن بدنا طاقه. صح. وعم نحرق كالوريز، اكيد بدنا ناخذ من الدهون المنيحه اللي بتفيدنا، سو حطينا كمان شقه افوكا. كمان مفيد للاشخاص اللي بيعملوا سبور، هلا تذكرت. بفيد في بروتين بس إيه؟ اكيد في بروتين بس إيه؟ مش بكميه يعني، يمكن هن بيعوزوا اكثر بس بيعطيهم هالانرجي من هالفركتوز يلي هو السكر يلي هو من الفواكه، كثير بفيدهم. وات كان بي لايك شوي ميل ريبليسمنت يعني، انت اذا مستعجله صح فيك تاخذي شوي، بس اكيد بس يمكن كثير 300 كالوري. ما هو هون اذا حدا مش عم بياكل بدنا اياه ياخذ طاقه كثير منيح، اذا حدا كثير عنده سبار وما ملح كمان مش غلط، فينا ناخذ كميه اقل، فينا نزيد مثلا اذا زدت شويه، اذا خففت لبن بدون دسم كمان بخف الكالوريز. فينا نخفف شوي الناتس، هن الكالوريز اذا بدك بيعلوا اكثر شيء من المكسرات. صح مظبوط، يلي هن هون اكيد نيين وبكونوا غير مملحين. اوكي، طيب هند كيفك انت والمطبخ الفرنسي؟ منيحه منيحه. شو رايك نروح انا وياك لعند الشيف جوزيف صالح يلي هو اليوم موجود معنا؟ اهلا وسهلا شيف. بونجور، كيفك؟ اول مره بتكون موجود معنا؟ هاي ثاني مره. هاي ثاني مره، يمكن اول مره بسيب انا وياك سوا. يا ميت اهلا وسهلا. شو في عندنا شيف اليوم؟ اليوم نحن نعمل بولي او برون. اوكي، دجاج بالخوخ مع بطاطا بيوري. برون اكيد عم بتطلع شوي على اسم المحل. نعم، وبطاطا بيوري على جنبها. سهل التحضير هيدي البولي او برون؟ ايه سهل كثير بالنسبه لست البيت، يعني بتاخذ وقت شيء 10 دقائق ربع ساعه. اوكي، شو فيها؟ شو المكونات؟ اكيد صدر الدجاج. نعم، ومربى الخوخ. اوكي، واكيد خوخ مجفف كمان. اوكي، خلينا هيك نعطي الوصفه على السريع كيف بتتحضر. بتحضر بيتقلى الدجاج، صدر الدجاج. صدر الدجاج بسيط. بس هيك بتعرف بيقولوا لازم ست البيت تحط ايدها بنقلي صدر الدجاج بالزبده. ايه اكيد، ومنشيله على جنب. الزبده اللي طلعت بنحط لها شويه طحين. بنعملها رو. اوكي، وبنحط لها مربى الخوخ. ومن بعدها بنحط مرقه الدجاج معها وبنسقط الدجاجات فيها. أوكي. وعلى جنب بنعمل بطاطا بيوريه. سهله كثير، كثير سهله يعني. و
وما فيها كالوري كثير. مفيدة مفيدة للأشخاص اللي عندهم إنفلونزا؟ مفيدة أكيد، لأنه الدجاج فيه بروتينات هي فيها هالصوص. إذا هن شوي قادرين عم يتضايقوا بالبلع فينا كمان نطحنهم شوية. والبطاطا بيوريه هي أصلاً مطحونة خلقة، يعني هي أحسن أكل اللي نحن شكله لأنه مطحون، لأنه مرات وقت تطحن الأكل ما بيعود الواحد هيك عنده هالشهية. البطاطا بيوريه هي من أضبط الأكلات، وفينا نحطها بقوالب هيك نظبط المنظر. وإذا بدنا نخفف الدسم فيها بنحط حليب بدون دسم. مظبوط، بدون كريم فريش. هو طريقة التقديم اللي بتخلي الواحد هيك يشتهل أكيد. الأكل أكيد. والألوان يعني هون أكيد إذا منحط بعد شيء مثل جزر أو شيء ملون حده بصير عندك عدة ألوان وشيء على أخضر أكيد الواحد تفتح شهيته بيأكل أكيد. هلد مرسي كتير لحضورك معنا. ميرسي لك. ثانك يو. إن شاء الله هيك بتضلك بصحة جيدة وإنت كمان بقرب صوبك أبدا. إن شاء الله.